حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل جريمة حرب. وأفاد تورك بأن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعني نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى أراضي محتلة، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي، ويحمل خطر القضاء على أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقال المفوض الأممي إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قد زادت إلى 24,300 وحدة في العام حتى نهاية أكتوبر 2023 في توسع قياسي.